انا ما صدقتش لما جالي الخبر. فوضى الاسمر عندنا هنا. وحشتني. قلت اجيلك برجليا عشان تعرف معزتك عندي. ازيك يا فوضى؟ اقعد يا جدل. ايه هو ده لازم يبقى اخرتها يا صاحبي؟ سلطان قالها لنا زمان وما سمعناش كلام، وانا قلتها لك بعد منه وبرضه ما سمعتش كلامه. الظاهر الحكايه دي تمامها كده، تتقال ومحدش يسمع. ولا عمرها هتتسمع يا جد الله. كرنكر عينين مفتحه وقلب حنان على الزياده، مش كار ودان مستنيه تسمع اللي يطمنها ويضحك عليها بكلمتين. شكل الحكايه جاي من قريب، من اللي منك. لو انت السادق، من اللي منك انت. سيد ابنك يا جد الله. سيد ابني؟ استغرب ليه؟ سيد اللي دخلته بيتي وتجارتي وشاورت له على سكه الدنيا يرمح فيها زي ما هو عاوز، ومع اول حفره زقني وردم عليا بلاوي. الا وسيد ماله ومال تجارتك وبيتك ودنيتك؟ ايه؟ لو تراب العنبر ده حاسس دماغك ولا ايه؟ ابنك في الكرم نديمه يا جد الله، جالي محمل بالصنعه. سيد ابني؟ وانا لاجل خاطرك رديت عن سكتي مره واتنين، لكن هو بقى حطني في دماغه سيد وخيرني، يا يبقى معايا يا عليا. وادي اخرتها، ضربني في ظهري ورماني هنا. لا اسمع، سيدي سيد جد الله ليها مقامها. سيد جد الله ما يطعنش حد في ظهره ابدا، لانه سابع وراني. اذا كان داس عليك يبقى انت اللي ابتديت معاه بالشر. لو انا خد حقه منك كان هيبقى لي كلام تاني معاك. تمام يا جد الله، بتشجعه على الغلط يا جد الله. ولا اللي فاكرك هتجيبه يحق نفسه ليا على اللي عمله؟ انا ما حدش يقع بيني وبين ابني، ابن راجل، ولو اختار سكته حتى لو مش عارفاني يبقى هرشها وعارف تمامها. يا جد الله اسمع، الا سيد انا مش ناسي وقفتك معايا زمان وعيالي، لكن انا خارج من هنا على طوبتي ومش هخسر طبعتك على هناك قبل مني. اوعى تنسي سيد او حد من عيالي، فاهم؟ كنت عايزة نيجي كنت، إنما دلوقتي خلاص لسه، بس أنت واخدة على خاطرك مني من المرة اللي فاتت. وإيه اللي مخليك واثق؟ عينيكي، عينيكي فتحاكي. أمال إيه بقى اللي خلاك تأفور لما جيت لك المرة اللي فاتت؟ جيتيلي في الوقت الغلط، فخدت الوش اللي مش هو. وإيه بقى الوش اللي هو؟ ده عجباني. وبعدين؟ بس أنا مش بتاع حب. هاي احنا نقضي وقت حلو مع بعض، وبرضه كل واحد ليه دنيته. هفكر. توافقتي خلاص. موت من الفرحة على ما تعرف.
هاتي هاتي البرنامج بتاعي هيبتدي. الجرايه يا بتارخ بتفرج على التمثيليه. تمثيليه ايه؟ بقول لك البرنامج بتاعي هيبتدي دلوقتي. مساء الخير اعزائي المشاهدين. بصي اهو اهو انا اي الحكي ده بجد شبابك يا مصر يعني ده. مهتم بكل حاجه تخص الشباب. والله وانا اللي كنت فاكراك بتهيس علينا. هيس؟ طب اتفرجي اتفرجي يا اختي. واننا لازم في السن ده نحقق حلمنا. يا نهار اسود مالت طلع على التلفزيون مالت كده هتفضحينا في المنطقه. يا سلام هو ده اللي همك صح؟ بدل ما تقولي لي مبروك وتفرحي لي انت دايما كده على طول ما تقولي كلام ملوش لازمه. اه يا اختي ملوش لازمه. ما انت لو كنتي بتسمعي كلامي كان حوق فيكي ما كنتش فضحتينا يا كلب. افضحكوا ايه بس؟ ما كفايه جهل وقرف بقى. هو انت يعني كنتي ظبطيه مع واحد في الشقه؟ ما انا اهو قدام الناس كلها اهو. ايه العف كده يعني؟ اه صح ايه العف كده طبعا. وسيد اخوكي بقى عارف ولا هيجي يطربعها على دماغك وعلى دماغنا كلنا؟ يا ناس يا ناس حرام عليكوا بقى. انا نفسي افرح. ده اللي عملته في شهور غيري ما عرفوش يعملوه في سنين. اه يا اختي يا مصيبتك يا نصرة والله انا ما مصدقه. وليه لا يا نصرة؟ مش مصدقه ليه؟ آية تعبت وتستاهل توصل. مبروك يا آية. ألف مبروك. بحب قوي امشي على الخط اللي في النص بين التعود والزهق. هي دي المتعه اللي بجد. وعارفه ان انت زيها. ساعات كتير اللي نفسنا فيه بيسوقنا وبيخلينا فاكرين ان احنا شايفين كل حاجه كويس بس في الاخر بيطلع فيستك. طب وانت بتعمل ايه بقى عشان ما يطلعش؟ برسم لها كويس واتقل عليها لحد ما في الاخر بيحصل. عايز اقول لك ان المكان هنا حلو قوي هيبقى لوكيشن هايل. بس يعني احنا ممكن نروح عندك على السطح ناخد شويه حاجات وبعد كده ايه يعني ناخد كام لون بشوط كده للحاره وكده يبقى تمام قوي. بص يا اخويا انا من ايدك دي لايدك دي بس بالنسبه بقى للتصوير في القهوه ده مش في ايدي. وبعدين خلي بالك اصل الفيوزات ضربه ما بيننا يعني. مش مشكله انا هظبط لك الموضوع ده. ده ايه ده بقى يا اخويا؟ ده الورق اللي انحرق؟ لا طبعا ده العقد. العقد اللي هنتفق ونمضيه بقى. ايوه يعني هتدوني كام يعني؟ يعني هنديكي مثلا يعني 3000 في يومين تصوير. يا اخويا ولو النوم يعني مهلوقين عليا بس ماشي ماشي. المهم بقى انا شكلي هيطلع ايه؟ بطله يعني ولا هعدي ظهورات؟ لا طبعا انت البطله. بصي هو في كام رقصه معاكي بس انت المهم. انت الفيلم كله عليكي. يبقى خلاص على البركه يا اخويا. يلا عدم المؤاخذه يا عمنا لما هي كل حاجه في الفيلم يبقى ازاي هتدوها 3 بواكل مؤاخذه؟ ايه يا يونيا في ايه؟ خليك معايا انا سيبك من يونيا. عايزين يونيا في الفيلم يبقى تتفق معاها في المعقول. وده كان بقى المعقول ان شاء الله؟ 10 بواكي ده اقل حاجه. ليه يعني ده كتير جدا. بقول لك ايه هم 10 بواكي عاجبك عاجبك مش عاجبك لا في تصوير عند يونيا ولا في الحاره ولا في القهوه وتاخد واجبك وحاجتك وتتكل على الله وما تشوفش وشك تاني. طب بقول لك ايه هم 5000 وكده يبقى زي الفل. لا يفتح الله. خلاص يا معلم نخليهم 7 وبارك الله فيما رزق. ها قلت ايه يا استاذ لا يحرن عليا. وبعدين خلي بالك ده كلامه سيف على رقبتي. موافق. وانا كمان موافق. امضي. هتديها عربون. حاضر. هو البتنجان ده ناشف كده ليه؟ ولا سالت عنك.
لولا ان انا محبوقه لك يا بنت في موضوع عمر كنت زعلت منك بجد في حكايتك انت وسيد. حكايه ايه؟ هو قال لك حاجه؟ لا يا اختي ما قاليش حاجه، انا اللي عرفت كل حاجه. بقى حضني يونيا احن عليكي من حضني برضه. النبي يا اختي ما كنت دريانه بروحي، وبعدين انت من ساعه ما اسم النبي حرص عمر ما بقى في ديلك وانت مش ملح. اجي انا بقى اقعد اعيط وانوح وشايلك الهم. وتعيطي وتنوحي ليه يا هبل؟ انت بتشتهي النكد والسلام. احمد يا اختي حكى لي على كل حاجه وقال لي ان الموضوع مش مستاهل، يعني ان شاء الله مش هيحصل اللي في دماغك ده. بس انت اهدي شويه، استهدي بالله. ونعم بالله يا اختي، ما هو غصب عني يا نصر، الوحده وحشه والصبر مر. انت قلتي تعملي الفيلم ده على الجدع عشان تحنيني قلب، والحنين ما قدرش. جرالك ايه يا ولي؟ وانا هفول على نفسي وافسر في وشي عشان احنن قلب الراجل؟ بلا تفسري بلا نيل، انسي بقى. هو يعني كان حصل ايه؟ هو حد فينا بيعيش من غير وجع؟ لازم الواحد يدخل نفسه في اللي حل دنيته ومرارها. الو، ازيك يا راشا؟ ازيك يا حبيبتي؟ طب الحمد لله. انتوا فاضيين الخميس؟ طيب يا حبيبتي هظبط امور انا واقولك. ربنا يتمم على خير يا عروسه ان شاء الله. بالسلامة حبيبتي. عروسة حمادة الطيب. هو حمادة خطب؟ اه، ما هو بعد ما قطع الامل فيكي وقعد عيني يتلوع على الجنبين قبل العروسة دي فقال لي اكلمها له. واللي زي حمادة ده يعني يخطب واحدة كده من غير ما يكون فيه بينه وبينها حاجة، يعني عارفين بعض حب مش مهم. أصله يا أختي عمل لي فيها عندليب وكان عايز ياكل دماغي يعني. وهو هيعمل إيه؟ ما الجدع عايز يعيش. آه، واللي يفهمها صح زي ما أنت قلتي بالظبط، اللي يدخل روحه في اللي يحل عيشته المرارة. احشي يا أختي احشي. حاضر. قلت لنا شويه ترش يا ايه؟ حلو. كفايه عليك كده. عندنا على السلامة عم بولبو. الله لا يسلمك. انت كنت فاكر ايه؟ ان انا مش راجع؟ والله ليه كده طيب؟ لما كان اكل عيش. بقول لك ايه؟ قول لي ايه؟ هتيجي نتكلم في حتة تانية اهدى من كده. يا جدع طب اقعد كل لك لقمة طيب. ما انت لسه قايل ده مكان اكل عيش. قوم بس معايا. ماشي. خلي بالك من محلي يا. فلوس ايه اللي انت بتتكلم عليها دي يا وليه؟ اتقالي كده عشان انا مش لاقطك. فلوس يا معلم، كنت مديهم لاخويا الحاج ربيع. اه، القرشين اللي كنت مديهم له وشغلهم لك دول ايه؟ ضحك عليكي وكلهم وقعد يشتكي مش كده؟ لا يا معلم، الحاج ربيع خلف ظنك المره دي واداني الربح بتاعهم كمان. ربح؟ الكلام ده جد يا بت؟ اول نعمه يا معلم، 120 جنيه على كل باكو. يا سلام، ليه بقى؟ ان شاء الله كان بيشغلهم في ايه عشان يكسبوا المبلغ ده؟ لا يا اخويا لحد كده وما عنديش خبر، بس اساله لا 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 تسالوا لي ايه؟ انا مش عايز اسمع سيرته اصلا. ليه بس كده يا معلم؟ ده انا كنت مستنيه يعني اشوف هيظبط معايا ولا لا عشان افتحك في الحكايه. ليه هي ما دام بعت القهوه وقفت فكرت كده يعني لو ابيع حتتين الصيغه واديهم للحاج ربيع ويشغلهم معاه وهو يجيبوا قرشين كل اول شهر حلوين بدل يا اخويا ركنتهم كده واصلهم محفوظ. طب واحنا نضمن منين انه هيظبط المره دي كمان؟ اقعد معايا يا اخويا وافهم منه. عجبك الكلام؟ اهلا وسهلا، خير وبركه. ما عجبكش يبقى ابنك في ايدك وبالسلامه يا قلبي. آه! 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 آه!
كده خمسة يا رجالة. ازيك يا عصام؟ انت ما بتردش ليه يا ابو نسر؟ ايه يا رجالة؟ الراجل شكله مش مرضي. خش عليه. استراحة قصيرة. وسعوله. عصام، فاكر من اللي جيت لك وقلت لك انا راجع وانت ما سمعتنيش وطردتني؟ اختك ما تلزمنيش يا عص، عشان انتوا من الاخر عيله واطيه وما يشرفنيش ان انا نسيبكوا هتلطوني معاكم. ولا انت ايه رايك يا معلم حمامي؟ والله اللي تشوفه عم بقول. اللي اشوفه ده انا هفكه وهعلق امك بداله. والله ليه كده يا عم؟ احنا ولاد حته واحده برضك، اذا كنت جبت فيك جول ولا جبت فيها جول. الكلام ده كان ايام الاهلي يا عم. اهلي وزمالك ايه؟ ما خلاص خلصنا بقى. لسه ما خلصناش، دي مجرد بدايه. ماشي يا عم، اللي رضيك ويشفي لدينك يعني. لا، أنا كنت جايبك معايا الحفلة عشان تتفرج وتتبعز. أنا بقولها لك، إياك أسمع صوتك هو اللي أشوفك في المنطقة بتتشرب. هندمك. ماشي يا حمامة؟ ماشي يا عم بولبول. بعدين السكه كتير يا نصر، بس احنا اللي بنختار على هوانا. بس انت بس لو عاجبك قولي تمام، مش عاجبك وخايفه منه نغيره. قولي لي مين بقى بعد العمر ده كله يا اخويا؟ ننفع اجرب يعني؟ ينفع اجرب يعني؟ يا وليه وكلام بجد؟ هو انت لسه عايزه حب ومحن والجو ده؟ جرى ايه يا سيد؟ هو انا راحت عليا ولا كبرت ولا كبرت يعني؟ يا بنت ما كبرتيش، ده انت ست الستات والف راجل يتمناكي. طب اقول لك على حاجه، خدي الامان. هو مين؟ هو مين اللي مين؟ قولي يا بنت. يا عم ده كلام ابن عم حديد. تعالي بس اقول. الله، انت هتقفلي على الوحده يا بنت. ما تخافيش. حاسب كده يا حبيبي. ماشي، انا هعديها بمزاجي. اللي قولي يا احمد، هو انت بتحبي فيا ايه؟ ولازم يبقى في سبب يعني عشان احبك ولا ايه؟ يعني طب ايه اللي عجبك فيا؟ روحك رايقه، حلو من جوه وبطة من بره. اسباب دي ولا مش اسباب؟ اليوتيوب. نفسي يا احمد نخرج مع بعض بره، نفسي الناس يشوفونا مع بعض، نفسي اقول لهم كلهم ان انا مراتك، ان انا حبيبتك. كل حاجه هتحصل في وقتها، تستعجليش. والنبي ما تكسر بخاطري يا احمد. طب بلاش نخرج في الحاره، نخرج بره الحاره، نروح سينما، نتمشى على الكورنيش. بس احس ان انا بتاعتك، احس ان احنا متجوزين بجد. هيحصل، وغلاوتك لا يحصل. قول يا سيد، انا هنا ليه؟ عندك حق، انا كمان المطرح ما بقاش عاجبني. انا بقول احجز لك يومين في مارينا تروق اعصابك. انت هيكون ليه يابا؟ عشان القضية القديمة ياها. لا يا اخي صبري، لا صلب ظهري في الدنيا. انا هنا عشان ربنا غضبان عليا، عشان كده حرمني من اهلي وناسي من المتعة اللي انت عايش فيها وما انتش مقدرها. ومين قال لك بقى ان انا مش مقدرها؟ فودة. فودة حكى لي عن الموال كله. الموضوع مش زي ما انت فاهم، وفودة يستاهل اللي حصل. ما تستقبلش يا ما تستقبلش، وتعديها وسط الكلام. تهري فودة على اللي جايبينه. طب انا مش هلف عليك وهاجي لك في الصريح. اه بشتغل في الصنف، بس قبل ما تلومني لازم تسمع مني. اسمع ايه؟ اسمع ايه؟ انا كده عمري راح اوضى عشان اللي طالني ان ما يتركوش. 20 سنه ميت بالحياه ونكر نفسي عشان تطلع نضاف. لو جرى لك اللي جرى لي، اخواتك هيبقى لهم مين من بعدك؟
يابا اللي انا شفته مش قليل. انت شفت ايه؟ لا شفت كتير. شفت اللي ملحقتش توريهولي. قعدت تقول اصلب طولك وشد حيلك كده عشان تاخد مكاني. انا عايزك هدا سايد تبقى البرنج على الناس كلها. حصل ايه؟ ولا حاجه. طفحت الدم. طفحت الدم عشان يدوب اطول حقي. كنت عايز اجيب القرش منين؟ اجيب القرش منين وانت رامي حمل اخواتي على رقبتي؟ سمعت كلامك. سمعت كلامك ودخلت الدنيا بصدر لقيت الناس كلها عماله بتاكل في بعضيها. كنت عايز نعمل ايه؟ يعني انت كده راضي عن نفسك؟ في الزمن ده مفيش حد بيرضى على حد. فبوس ايدك ارضى عني انت بقى. اتفضل يا صلاح. ايه خارجه لك حاله؟ استني يا رحيم، انا عايزك في كلمتين. خير؟ طب اقعدي. طيب انا سامعاك. نعم يا بنت الناس، انا جاي اقول لك ما تزعليش من اللي حصل. كل شيء اسمه نصيب، وانت بنت حلال وتستاهلي اللي احسن مني كمان، وهي ملهاش ذنب. انا اللي غلطت. لا 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 لا، ملوش لزوم الكلام ده دلوقتي خالص، لا وقته ولا مكان. لا وقته ومكانه. انا غلطت في حقك يا بنت الناس، وكان لازم اجي احقق نفسي واعتذر لك. تعتذر لي؟ ريح نفسك يا صلاح، مفيش حاجه تستاهل اصلا عشان تعتذر عشانها. ده انا المفروض اشكرك. تشكريني؟ طبعا. ده انت علمتني في كام يوم اللي ما اتعلمتوش في عمري كله. خلتني فوق لروحي واشوف الحاجات بجد، واعرف ايه اللي ينفعني، واعرف ايه اللي يستاهل وايه اللي ما يستاهلش. انا مش مستنيه منك رد على فكره ولا الطيب خاطري بكلمتين، عشان الحكايه دي خلصت خلاص. احنا كبار والمفروض نفهمها ونحسها كويس. ده لو اصلا كنا بنحس. غيري اللبس بقى عشان نكمل فوق. يو يا اختي هديتيني بقالك ساعتين بتصوري. طب بقول لك ايه؟ اقعدي اشربي حاجه على بال ما ارجع. مساء الخير يا معلم. ازيك يا معلم؟ اتفضلي استيوني. تسلم يا معلم، تسلم على وقفتك معايا. وانت بيبقى عارف من غيرك كنت هعمل ايه؟ ده انا كنت خلاص اسم الله عليك لحقتني، كنت هعك الدنيا. كده بقى انت ليك عندي كوميشن. لا لا كوميشن ايه؟ وانا عملت ايه قاعد بمصر؟ يا لهوي عملت ايه؟ كفايه حلاوه لسانك وقلبك الجامد. قدامي انا مكسوفه منك قوي يا اخويا، مش عارفه هرد لك جميلك ده ازاي. لا لا جميل ايه، ما تقوليش كده، ده انت اللي سبقتي في الاول. انا؟ امال ايه؟ ليله نبيل دفعت كلمتين الحلوين اللي قلتيهم في حقي عشان ترد رقبتي. وانت برضو عايز تساوي وقفتك جنبي، جنب الكلمتين اللي انا قلتهم. وبعدين انا جبت حاجه من عندي، ما الحته كلها عارفه عمايلك. ده انت كبرنا يا معلم. للدرجه ده استيونيا؟ مع ان انا يعني ما تاخذنيش، على طول مصدر لك العكنانه. طب ايه رايك بقى؟ عكنانه وسكر ونقرستك عليا زي الطبطبه اللي بتفوق. مين عارف يا معلم، يمكن اتعدل. انا عارف عدنكم زمان يا استيونيا، كفايه حتى وقفتك مع ام صلاح وشيلك ليها على كتافك ورهنك لعفيتك. وبعدين ده انت طول عمرك واقفه جنب الصغير قبل الكبير في الحته. انت الصراحه يعني من الناس القليلين اللي يتقال عليهم وبقلب جامد، ولاد الاصول الطيبين. ما تزعليش من الناس تيوني. الا لما زعقوله في الايربيس، الواد اتنفض واترعش كده. انت شفتيه؟ ما بقاش عارف يجمع كلمتين على بعض يا عيني. انا عايز اعرف جوي انا ازاي؟ انا كنت قاعد اتجنن. ايه ده؟ طب ثانيه واحده وجايلك. ايه ده؟ في ايه مالك؟ لا مفيش حاجه، تمام. لا مفيش حاجه ايه؟ روح شوف نفسك في المرايه. بقولك يا صلاح، انا لو ما وافقت تيجي معايا وافقت عشان تبقى جنبي، لكن هتقعد تقفش عليا والجو البلدي ده لا. خدها من قصرها وامشي. ما قلناش حاجة، بس برضو الضحك بصوت عالي ده ايه؟ وماله الضحك؟ دول زمايلي في الشغل عادي، ايه المشكلة يعني؟ ولا انت هتفضل واقف في زوري من اولها ولا ايه؟ بقول لك يا بنت الناس، انا مخي مفتح
بس شعبي برضو، يعني ما تستنيش مني ان انا اتعود على الجو ده بسهوله. بالراحه عليا. لا يا حبيبي، لو مش هتاخد على الجو ده بسهوله يبقى ما تجيش احسن. مش للدرجات يعني، بس على الاقل بوقف معاكم، ما بقاش واقف زي النطع هنا لوحدي. ما انا لو ضمن انك تعرف تتكلم وتصاحبهم. بس انا عارفه اللي هيحصل، دول دمهم تقيل مش هيعجبوك. ماشي. شربت حاجه؟ لا ملوش لزوم، انا تمام. لا لا استنى يا خالد. شوف الاستاذ صلاح يشرب ايه. حبيت تشرب ايه يا فندم؟ هات شوت شاي. طب طبعا. خلاص بقى فكها. بس حلوه يا استاذ صلاح دي. ايه رايك؟ عسل. ما كنتش عايزه تيجي منا يا معلم. حصل امتى؟ من يومين. دخلنا لقينا الدم مطرطش في كل حته وجدته مش موجوده. غالبا اللي عمل كده توأم. الله يرحمه ياسين ليه واللي عملها. يا الحكومه جت والمباحث بتحس في الموضوع، بس لسه بقى ما نشوف. انا عايزه قبلهم. قول لي مين اللي عملها يا طيب. ولاد الحرام كتير يا معلم. ولاد الحرام يا ابن الكلب. انت اين عرفت ازاي انه مات؟ انت من الدم. من الدم يا معلم، الدم كان مطرطش في كل حته، ده اللي عمل كده صفاه. وارث مع مين ومخبي عليا يا ابن الكلب يا واطي؟ انا وارث عليك يا معلم، ده انت ابويا. معوض الله يرحمه كان اخويا بالظبط. قول مين اللي عملها؟ سيد. سيد بخريست يا معلم. معلم معلم فودة. يعني انت شفت الحلقه امبارح وصهينت وعملت نفسك مش واخد بالك. الله. وفيها يا جدع ما تشتغل مذيعه، ده انا اتفشخر بيها قدام الخلق، وانا اديك الساعه اما مراتي تبقى مذيعه قد الدنيا. ايه يا جدع اتفشخر بيها؟ صح. وانت تبقى ايه؟ ماشي في الله. قصدك يعني هيقولوا جوز الست وكده وماله؟ ما دام محدش يجرؤ يقولها في وشي خلاص. ثم هي ممشيها كلمتها على طوب الارض، وكلمتي انا لاويه رقبتها، يبقى مين فينا في ظل مين؟ طالما انت شايف كده تمام، بس حط في دماغك يا صلاح، هي ملزومه منك قدامي، وقاري فاتحه زي داخل عندي. امانه صاحبي، وفي عينيا كمان. انت بتحبها من زمان يا صلاح؟ يوه من زمان قوي، بس كاتم وما بقولش. ليه؟ أقول إيه يا صاحبي؟ ده أنا آية دي بالنسبة لي كانت حلم، نجمة في السماء، آخري كده من بعيد لبعيد أطل عليها، أبص بصة، إنما أقرب لها صعب. أقرب ليه؟ ده إحنا كنا ولا حاجة. فاكر ياض ولا نسيت؟ أوعى تكون اللي شلنا السوق. لا فاكر يا اسطى طبعًا. بس مش هو ده اللي خلاني أرفضك زمان. أنا كنت خايف عليه. ما كنتش عايز أختي تكمل حياتها مع واحد زيي. واحد يفضل طول عمره مخبي سره والأقرب الناس ليه. مش قادر يقول بيشتغل ايه ولا عايش ازاي. كنت خايف تغلط غلطه تضيع لك كل حاجه. ربك بيسترها. صلاح اؤمن. انا اخواتي وام عيالي ماليش غيرهم في الدنيا دي. انا من خوفي لحد فيهم يشك كنت بدخل فلوس واحده واحده. كنت بارك العربيه في اخر الدنيا عشان محدش يشوفني وانا راكبها. وغيره وغيره وغيره. كنت خايف غلطة تضيع كل السنين اللي فاتت. طب ما تقول بقى ان انت كنت خايف الغلطة دي تيجي من ناحيتي. صح؟ انت مش غشيم بس ساعات بتروح مني. اوعى على نفسك من ايه يا صلاح. خلي بالك. بحبك يا ابو السيد. لو تشوفوا منظره وهو كشش في جلده زي الفار اللي قطعوا له ديله. حكاية يا أخويا. ده اللي قدرت عليه. أنا قلت بعد اللي عمله معاك حمادة هتعلقه زي الدبيحة وتخلي اللي ما يشتري يتفرج. أصلك أنت غلبانة آخرك ترفعش بشبك على اللي بخ فيكي. إنما عشان تموتي في جلده وتزلي أنفسه يبقى كده كسرتي بحقه حقيقي. يا لهوي عليك يا بولبول.
جبت الغل ده كله يا اخويا منين؟ طب ونسيبك رخص؟ ما تقوليش نسيبي، انا خلاص بعت لامي واخده يجي ياخدوه. جرايه وليه تعرفانه مني كده ليه؟ عشان اللي ضربك وهان كرامتك خوفته، لكن اللي حكم في اهله وبعدك عنهم بالاصول كسرته قدام حريم. وليه افهمي، حمادة الطيب وش في وشه على طول، فكان لازم يفضل خايف مني، انما الباقي في التاني سكته اتقطعت، وكان لازم يحصل اللي حصل معاه ده عشان ما حدش غيره يجي ويعملها معايا. ورحمه ابويا كل كلمه قالها في بيتهم دخلت في جدته زي السكاكين. يا لهوي عليك يا بلبل، فيك ايه؟ استهدى بالله يا اخويا، استهدى بالله وصلي على النبي. كان بيترك مني احله حتى لو يرمي له اختبار رخيص، بس كنت عايز أزله أكتر وأوجعه أكتر. مش عارف عملت كده إزاي، بس كنت لازم أوجعه. تعرف يا ميسا، يوم ما مديت إيدي على نصر جريت الشارع أدور على الواد ده، كنت مستنى معه في أي حتة عشان أخلص عليه، أخلص من الواد اللي كان هيجيب العار لبيت جدل، بعد ما عملت كل حاجة صح وغلط عشان أوقف البيت ده وسط بيوت الخال. بس اول ما شفت قاعد على رصيف وضمم نفسه كده مش عارف يروح فين ولا يجي منين، ساعتها ما عرفتش اعمل ايه. يا حبيبي قلبك رق، طول عمرك الطيبه محوطاك حتى لما تعمل قاسي. الموضوع مش موضوع طيب ولا قلب، انا شفت نفسي في الواد ده، افتكرت زمان لما قالوا لي ابوك اتحبس واخواتك بقى امانه في رقبتك. ساعتها عملت زي جريت في الشارع وقعدت على الرصيف وبقيت بطولي في وسط الدنيا الواسعه دي. ساعتها بس حسيت ان الواد ده شبهي. ياه، عشان كده بقى رديت لحضن امي. لحضن انا يا ميسا، حسيت ان الواد ده مش لازم يشوف اللي انا شفته في حياتي. طب روق يا زيد، صلي على النبي يا اخويا. عليه الصلاه والسلام. الواد ده لازم اعوض عن كل حاجه فاتته، وعايزك انت كمان يا ميسا تفضلي جنبي وتفكريني كل ما انسى. عمر عبد الحليم مش لازم يطلع سيد جدل. ليه بقى؟ هو سيد جدل ده وحش ولا ايه؟ سيد جدالة ده سيد الناس كلها. كويس انك صح يا نصر. اه يا حبيبي تعالى. الواد عمر صحك من النوم ولا ايه؟ لا 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 خالص، ده من اول ما بيحط دماغه على المخده ما بيقومش تاني. الظهر بيتهد طول اليوم بقى. بقول لك يا نصر، كنت عايز اتكلم معاكي في حاجة بخصوص مرتب الصيدلية. زودوك الحمد لله حبيبي. يا ريت، أنا كنت عايز استسمحك بس يعني لو قللت الفلوس اللي أنا بديها لك منه. وماله يا حبيبي، ما هي فلوسك وبعدين أنت مش مجبور تصرف على البيت. لا لا لا، أنت فهمتي إيه؟ مش قصدي كده، بس أنا عشان عندي مشروع تخرج الفترة دي فمزنوق شوية. يا سلام، وهي صيدلة كمان فيها مشروع تخرج؟ ربنا يوفقك يا حبيبي يا رب. معلش يا نصر قلقتك. تعال حبيبي، عايزك في موضوع. قول لي يا احمد، هو في حاجه بينك وبين البت بطه بنت عطيه؟ بطه مين؟ البت اللي جنبنا دي؟ ايوه البت اللي جنبنا دي. حكم يوم خطوبه اختك كان في بينكوا وبين بعض نظرات، وبتهزر معاك بزياده شويه زي ما تكون واخده عليك. لا 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 لا، هزار ايه بس يا نصر اللي بتقول عليه؟ وبعدين انا لما اجي يعني افكر في حد بص البطه. ملناش دعوه بحد. بعدين الكليه عندي يعني مليانه بنات، ف وقت ما احب ارتبط ان شاء الله. اسم الله عليك يا حبيبي، اصلا يا اخويا كنت فاكره انك عشان بتروح تدي ابوها الحقنه كل يوم ان البت تكون شغلتك ولا حاجه. اصل البت دي بيقولوا امها طفشت، بيقولوا طفشت مع جدع كمان، وكفي القدرة على فمها تطلع البت لأمها. ربنا يستر على ملايين. ما تلاقيش. لا وانت اسم الله عليك يا حبيبي قيمة ومركز زي الفل، ما تخليش بنت زي دي تعلم عليك. ربنا يحمي ويحمي كل اللي زيك. سهرتك معلش. تصبح على خير يا حبيبي.
روح انت. ده ايه؟ جديد الحوار ده؟ انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ على فكرة ما ينفعش تجيلي هنا من غير ما نكون متفقين مع بعض. ساعات بيكون عندي ناس مهمة والمكان بيكون محجوز برايفت. محجوز برايفت؟ وترندي مع البرايفت ولا مع مين؟ شغلك. زي ما انا مش بتدخل في شغلك انت كمان ما تتدخلش في شغلي. ده عشان مصلحتك. صح. بس عشان مصلحتي ولا عشان شغلك؟ عشان شغلي طبعا. دي ورا جايلك. ها ورقبت الطريقة معاهم ولا اللي سمعته غلط؟ انت مين؟
ساعات من غير سبب تمسك تراب تمسك تراب يبادهب وساعات تعلمك الأدب وانا اللي عليك ديني كتب اغلب لحد ما يوم انغلب وده ليه